السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ترى مخلني هذا وين ما يصير ياسي يصور 24 يصور تحت كل خال على فكرة يعني. الفندق وايد يعني ضخم وفنان وغاوي. هاي حجيرتي ها ظهرت ياسين أظهرونها مرة مشاهد البحر. الواجهة البحرية له وهذا الفندق فندق فنان يعني لكن تحس به إنه مكدود. شفت المكدود؟ مكدود. وفي كل دور شيء حيضان سباحة في كل دور وانت سائر فوق مرة لكن آخر دور هذا نحن الأرض يحينا منو البحر. أنا ما بني بطران يا غير أنا ظاهر بوين من بلاد ما فيها إلا كل زين فأهل أساس ما تصلح لي الصوالح. ما أقول لكم في كل مكان الحيضان ها الوادي مرتبشة وهاي الواجهة البحرية فنانية. المكان كان ممزور لين عينه فل يا غير ابتدت المدارس ابتدت الوادم ترد بقعها يعني. واغلب اللي يجون يعني حق الرياضات البحريه حق الغوص حق يتعلقون بباراشوت وما ادري شو وانا ما يخصني في هالامور كلها. المكان زين وفنان وغاوي لكن اعتقد اني انا مالي بارض تولهت على البلاد. اعتقد اني تولهت على البلاد على هالاساس اشوف عمري ثلاث مضيق. والإنسان اللي جليل سيره وييه في بلاده هو اللي تصلح له الأشياء هاي لكن أنا ما شاء الله علي ما أقر على هالأساس. إلا المكان فنان يعني ما عليه قصير الشذب خيبي يعني ما روم أظلمهم يا غير أنا ماري بار مرة ماري بار. والله شو بقولكم مكان والله فنان يعني ما يبالي رأس الشذب خيبي يعني أني أدهاهم أقولهم بقعدتهم بزين الشذب خيبي مال يزوى مال وايدين مال ناس تعافد في البحور وتتعلق في الطراريد وتشعب طول. انا ابوي ما بمال هالسوالف انا رسم التوضيح مال فندقنا هذا سلم الدري هذا ها فندقنا نحن اكثر واحد عافد في نص البحر هو فندقنا وكل هالدنيا ابوي ها كل يركبون ابوي طراريد وبوانيش ويخوتها ويصيرون يحاوطون هاي الدور بداهة اليبال ويردوا. وهذا أبوي أنا عيزان منه وشبعان ظاهر من خشمي أصبح وامسي في البحر أظني أنا في المكان الغلط أعتقد واللي وايدين يتعنون عسب هالبلاد يتعنون عنوة لكن أعتقد هاي الأكل الوادم اللي هوايتهم القطس ويبون الشعب المرجانية وما أدري شو هل أساس البحر من وسطه وإني بصور شيء ما برايم أصور شو أصور خبروني ها هذا ما مكود عندنا عالجينة أبو في تب السمع ها وين راح الطراد شو الغريب في الموضوع ها هاك متفيزر أبوي فوق متسمع ها هالحبيب مبوجر من ساعتين ياسي صور مستعيب من هالأمور كلها كل يشوف هذا شيء فنانة وإنه غاوي خليج نعمة وخليج هذا أبوي كلها خليج نعمة عبارة شرات الطارة شفتوا الطارة شرات الطارة وكل دور مدارة كله فنادق. شوف وين الشيار وين الخيل الشيار هاي لاك ها كلهم فنادق امتداد من فندقنا نحن ها وين نحن ها ياسين ها وين تساير ها وين طروق كامل ها أقول لكم عين الماء وعين الماء وعين ييت وين عين الماء هناك وين أمة لا إله إلا الله تفر حصاه تجتل ألف من كثر الخلوق اللي فيها عاد منو من الخلوق العشرة ما يمزرون محارة افتهمتوا المعنى اللي أقصده العشرة ما يمزرون محارة تقولون ما قلت لكم. وان شاء الله اذا الله جعلنا من الحيين خلاف يوم بسيل بقى هاي شوي خبرتكم عن هاي شوي خليج نعمة وين الممشى مال خليج نعمة بصور لكم شيء بالرغم انا مش مقتنع مني يعني ازعيج وموسيقى ورقيص والناس الداب تصبح ومساء ايش اللي بسوي مضطر ولي في صوع دواخة الشيش هاي ابوي هاي يسمونها ابوي منبع الشيش وين ما تصير دواخة 24 ساعة يا جماعة أنا مشكلتي إني ما دوخ لو أدوخ بقيل وياهم والله قدي رقم واحد لكن ما دوخ مشكلتي هاي مصيبة. بصور لكم البهوة حمال الفندق خلاف المدخل بس الرسم شمال والله فنان يعني لكن تحس إنه مكدود لا تقول ما قلت لكم مكدود كد البلد. هاك المدخل الرئيسي يك الرسبشن على طول تيكا هاي دويرها كم كبرها ها. هاي البهوة مالتي عادة واجهة هذا ابوي سبع ادوار تحت الارض
هاي الاسانسيرات. احب بيكم من المنظر. مرحبا، ها وين ساعة يا تصور؟ هناك وين كنت جالسة؟ شفت وين طرد هذاك؟ مرة مشاء شفت الصريمة هاي؟ إيه بلاد أبوي ما تروح فيها ريحة هل الخليج أبوي ما ترم تجلس فيها، ما ترم تجلس فيها، ما تتشعري من هالشيء. ما حد أبوي مستمتع فيها السفرة للحبيب هذا لمسين دو طبل الليوة. تعرف لمسين دو؟ ليه؟ فإن الله راد يمكن يصير يسمونها شرم القديمة وسط البلد، البلاد روحها الأصلية. بصور هناك لقيت شيء. هاوين هي المدخل مال الفندق الرئيسي يعني. هذا هو المدخل. شوف مخاري هالكبير، لكن الواجهة كلها عبارة كأنه فوق قمة يبلنا. هذا الطرف الفندق وين نحن ساكنين الحين. هاي أرض كام كبر شيء مشروع بعد فندق عدالة. توهم باديب. العلم عند الله. أنت يخلص. كل الناس تسأل سايب المدرسة ليه؟ يومين من جاء كده يعني قبل الدراسة ما نشت يعني ولا ايه؟ ولا الحياة كلها شغل 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 لا؟ نحن الحين سايرين رايحين فين؟ السوق القديم. السوق القديم يعني شرم القديمة. أيوة. شرم القديمة صح؟ مظبوط. يا حاج انت شبه حسن الأسمر كده. اوعى تموتني بقى. هو أكتر حاجة هتقلده فيها الموت. تقول الوحمة. الوحمة لا. ما شاء الله تبارك الرحمن. مسجد ما شيء شرات مسجد جميل. شو مسجد سياحي؟ مسجد ما يصلون فيه يعني فايف ستار يعني. وسط البلد شرم القديم وشرم هذا السوق التجاري القديم. سوق التجاري القديم اولد ماركت. السوق التجاري القديم بالانجليزي بقى اولد ماركت. ما شاء الله. عم اسمها مطعم فارس الأسماء قديم كذي جاينا يمكن قبل 8 سنين. أنا أي شرم على فكرة من التسعينات هب من جريب. كانت حريت شيء اختلف فيها حين أنا حين أخا ودي جاينا من قبل 5 متى جيناها علي قبل كم؟ من حوالي 7 سنين. من 7 سنين كذي جيناها آخر وديها أنا حتى صراحة كان صراحة أخوي كذي بتو وياي يرسنا تقريبا كم يرسنا علي؟ حوالي 10 أيام في شرم. أيوة 10 أيام كلهم في شرم. أيوة هي والله 10 أيام كنا 4 أنا وعدوان تلمتنا وصلاح وشهاب وعلي. ها أول واحد علي. ها بعد قبح الله تلوي عينبو. تريع عاد الحين شوي يظلم الوقت بنتغدى في مطعم اسمه مطعم فارس. ما سمعت هو سمعت ريج يا غير أحسن الموجود يعني فنان. خطفنا عدها ها وين يبيعون الهمبة. شو هذا ابوي؟ شو هنوعه؟ تيمور. زين اللي فوقه؟ اللي فوق دي نعومي. نعومي نعومي تيمور هذا ها يسمونه تيمور المصريين رقم 1. وهذا نعومي هذا موجود في الامارات على فكره مزروع انا بعد عندي منه في البيت. عويس يا عويس ها. وهذا هذا كده نفس الشيء يعني اللي موجود كده نفس الشيء. ايه ان شاء الله ما شاء الله. وعمار يا مصر الله يخليك. عمار 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 يا دار الطيبين. منور يا حق طربان ما شاء الله طرب. ها انت كده 100 100. الله يرحم والديك يسلمك. شكرا شباب. العالم كلها ابوي ودرت كل الاسئله ويسالوني الشنطه اللي في دي علي شو فيها؟ شو فيها الشنطه هاي؟ التليفونات الاتشار كلكم يقولوا ما تصورها. شو يصورونها؟ كل خمام السوق ليه في الدنيا كله مكونها. هاي الاصنام ها قوم خافرع ومنقرع ما ادري من ايرانهم وعيال. صوروا 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 شباب. صورها ها شباب فرانا شبابنا دلوقتي. ها قرايبنا يخصونك دلوقتي كل العيله هنا ما شاء الله. حد يصور هذا؟ هذا حد يصور ها ولا ندوكم ها؟ شو بقول لك؟ ها ها شباب نفس الشباب ما شاء الله. مبسوط مبسوط 100 100 مبسوط قوي كل حاجه 100 100 وانا باجي هنا لمعك. انا حتى شراي ما اشوف اوادم يشترون ما شيء حتى حد ما حد يسوم اوادم ما شيء يعبر المحلات دي. انت خدت شيء؟ انا مش لاقي حاجه حلوه.